السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساتذتنا الأعزاء في جامعة قرميان. في هذه المحاضرة سوف نقوم بشرح استخدام برنامج زوم كلاود ميتينج في تسجيل الدروس والمحاضرات. يتميز برنامج زوم كلاود ميتينج بصوت واضح ووقت مفتوح وحجم فيديو صغير. كل هذه المميزات تسمح لنا بتسجيل المحاضرات الفيديوية للطلبة باستخدام هذا البرنامج. طبعاً في فيديوهات سابقة شرحنا كيفية إنشاء أكاونت أو حساب خاص لبرنامج زوم كلاود ميتينج وكيفية تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا. واجهة البرنامج كما ترونه أمامكم تظهر بهذا الشكل. نقوم بإنشاء فيديو جديد أو محادثة فيديوهية جديدة بالضغط على New Meeting. بعد الضغط على New Meeting تظهر لنا واجهة الفيديو. هنا نقوم باختيار Join with Computer Audio لكي نقوم بإيصال الصوت عن طريق جهاز الكمبيوتر عند تسجيل المحاضرة. هنا من الآن نستطيع القيام بعملية التسجيل، لكن من الأفضل قبل أن نبدأ بعملية تسجيل المحاضرة أن نقوم بتهيئة الفايل الذي نريد شرحه للطلبة، أن نقوم بتهيئة المحاضرة، أن نقوم بتهيئة الكتاب الذي نود أن نشرحه للطلبة. هنا يجب أن نعمل شير سكرين، أي نقوم بمشاركة الشاشة مع الطلبة. وبعد أن نقوم بعمل شير سكرين نقوم باختيار الفايل من جهاز الكمبيوتر والضغط على شير. من الأفضل أن تقوم بتهيئة الفايل الذي تريد عرضه للطلبة مسبقاً لكي هنا تقوم باختياره مباشرة. وبعد الضغط على شير نرى أنه يظهر الفايل. أنا الآن أحضر باوربوينت للطلبة لكي أقوم بشرحه. هنا لحد الآن أنا لم أقوم ببدء التسجيل، فقط قمت بتهيئة المحاضرة للقيام بعملية التسجيل. كما ترون في الأعلى يوجد زوم مينيو بار والذي فيه أغلب الأدوات التي نحتاجها ونستخدمها في برنامج زوم كلاود ميتينج. الذي نحتاجه لعملية التسجيل هنا هي الضغط على ريكورد. كما ترون إن في الأيقونات الأساسية لا يوجد أمر ريكورد أو زر الريكورد. نذهب إلى مور في الجهة العليا اليمنى من هذا الشريط كما ترون مور، وفيه الاختيار الثالث مكتوب ريكورد أو Alt و R من لوحة المفاتيح. نضغط على ريكورد. الآن بدأت عملية التسجيل للمحاضرة ببرنامج زوم كلاود ميتينج. يستطيع الأستاذ الآن أن يبدأ بشرح محاضرته والتجول بين هذه السلايدات المحضرة مسبقاً ببرنامج الباوربوينت. لربما الأستاذ هنا يحتاج إلى بعض التوضيحات للطلبة، أن يعطي بعض التوضيحات، يحتاج إلى سبورة أو وايت بورد. هنا من الضروري أن يعمل الأستاذ نيو شير مرة أخرى لكي يقوم بمشاركة سبورة مع طلابه. وبعد ذلك نختار الاختيار الثاني في الأعلى كما ترونه وايت بورد، ونأتي إلى الأسفل في الجهة اليمنى ونضغط شير. هنا الآن تمت عملية مشاركة السبورة مع الطلبة. تستطيع كتابة الأمور المهمة والملاحظات وأي أمر يحتاجه الأستاذ مع طلابه على هذه السبورة الذكية والتي فيها مجموعة من الأدوات المساعدة. بعد أن يكمل الأستاذ تسجيل محاضرته
نرى برنامج زوم فيها أمر Stop Recording، ومن لوحة المفاتيح هي Alt و R، وعندنا أمر Pause Recording التي هي في لوحة المفاتيح Alt و P. الأمر Stop Recording يقوم بإيقاف عملية التسجيل بشكل نهائي، و Pause Recording يقوم بإيقاف عملية التسجيل مؤقتاً، أي أن الأستاذ يستطيع أن يوقف عملية تسجيل محاضرته لمرة أو عدة مرات ويأخذ استراحة قصيرة ويرجع مرة أخرى إلى تكملة المحاضرة. وبعد أن تكمل عملية تسجيل المحاضرة نضغط على Stop Recording، أو كما ذكر من لوحة المفاتيح Alt و R. هنا توقفت عملية التسجيل. يستطيع الأستاذ بعد أن يكمل شرح الفايل المحضر مسبقاً، أي فايل كان، وورد أو بي دي إف أو باوربوينت أو موقع ويب أو كتاب أو أي كان، يوقف عملية التسجيل ويأتي إلى إنهاء هذا الاجتماع ببرنامج زوم كما نرى في الأسفل End، ثم يختار End Meeting for All لإنهاء هذا الاجتماع. كما نرى أن برنامج الزوم يقوم بعملية Convert Meeting Recording، أي يقوم بعملية إنهاء الاجتماع وخزن الفايل المسجل في فولدر خاص على جهاز الكمبيوتر. ننتظر حتى يكمل عملية التحويل وتحضير الفايل الفيديوي. كما نرى إنه سريع جدا في عملية التحويل ولا يحتاج سوى بضع دقائق. الآن برنامج زوم أنهى عملية التحويل. نرى في هذا الفولدر يخزن الفايل المسجل على جهاز الكمبيوتر، وهذا الفايل الأخير الذي هو بامتداد MP4 وبحجم صغير جدا 2 ميجا بايت، هو الفايل المسجل الذي قمت بتسجيله أنا في برنامج الزوم. الآن بدأت عملية. كما ترون هذا هو الفيديو الذي قمت أنا بتسجيله. هنا في الأسفل يحفظ لنا الوقت والتاريخ، تاريخ التسجيل ووقت التسجيل، وهذه السلايدات التي مررت عليها، وهذا الوايت بورد الذي قمت بمشاركته مع الطلبة. المهم هنا في هذا البرنامج، أي استخدام برنامج الزوم في عملية تسجيل المحاضرات، هو إنه فيه صوت واضح ووقت مفتوح وحجم للفيديو صغير، يمكنك رفعه بسهولة على الجوجل درايف أو على قناة اليوتيوب الخاصة بك. نتمنى لكم الاستفادة من هذا الفيديو، على أمل أن نلتقي في فيديوهات أخرى. وقتاً ممتعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.